سحروا كل المغاربة كما سحروا العالم بفنياتهم الرياضية، رفعوا راية البلاد وصفق لهم الآلاف نجوم أضاءت سماء الرياضة. أبت سنة 2023 إلا أن تطفئ شعلتها. فقدنا من غير اسطوره كاسطوره او كلاعب، يعني الناس ما احتاجنا الشهاده ديالو نتكلم عليه، الناس كلها كيف شفتوا الناس اللي حضرت اليوم، الناس اللي جات من خارج مدينه المحمديه، هذا الشيء كيدل على القيمه الكبيره ديال السي حسن اسيله. اسيله ماشي سابق، اسيله اخ. كان مريض واحد ومسكين واتصلنا به وكان شويه عنده امل، ولكن الاجل الاجل ديال الله سبحانه وتعالى. والله عمرها دار، هو من الدراري اللي كان ما عمره ما جبد لعيب مع شي حد نهائيا من نهار بدا حتى سالا، وكان درويش وكان داخل سوق راسو، ماشي ما اللي كيقول لك عسيله ولا هادي، كان من الدراري اللي كانوا واخا تعير واخا تقول لي اللي قلتوا لي ما يجاوبكش ما يجاوبكش، ماشي نقول مسكين الله عمرها دار، الله عمرها دار والله يرحمه برحمة الله. مجموعة من الأخبار كتروج بخصوص أسامة في اللوح، ونتمنى إن شاء الله تتأكدوا من الأمر. نتمنوا لي السلامة، نتكلموا على حيموت في انتظار التأكيد، وخا أنا حاسب برضو من الذي بعد ما سمع الخبر صعيب عليه يكمل في تحليل او في محاور ديال هذه الامسيه، فانتظر ان نتاكدوا من احمد طلال. صحيح هو رسمي، لان طلال نطق رسمي باسم نادي الوداد الرياضي يقول ببالغ الاسى، وللاسف تلقينا في هذه الاثناء نبأ وفاه اسامه في اللوح. انا لله وانا اليه راجعون. تعازينا الحاره، تعازينا الحاره اللي لكل مكونات نادي الوداد الرياضي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويوسع عليه، وتنتمناو من العائله ديالو تكون ترضى بقضاء الله وقدره. الله يرحمه ويوسع عليه. شكرا. يعني بعد يعني الجماهير الوداديه كانت عايشه الفرحه ديال الترجي، كيفاش تلقيتوا انتم الخبر ديال هذا؟ وبكل اسف وحزن تلقينا النبع ديال وفاه هذا الابن ديالنا، وتنطلبوا من الله يرحمه ويوسع عليه. عفوا كيكون في مثل هذه اللحظات وهذه المعاناه اللي دوزها اسامه، كيكون الموت رحمه. فعلا الموت كان رحمه، لان كنا مقربين من الاطباء المعالجين ديالو، دي ميدسا تريتون ديالو، وكلهم كانوا كيقولوا بان الحاله خطيره. وين تذكرت اول تصريح كنت درت امام مصحة كان دون سونس، كنتمناو من الله انه زعما يعاود يوقف على رجليه وداكشي، ولكن كانت شويه صعيبه، ما كاين حتى شي حاجه صعيبه على الله تعالى وعلى قدره الله، ولكن ان شاء الله احنا مؤمنين بهذا القدر خيره وشره، جاب بحال هكذا، اللهم لك الحمد.
الله يرحمه ويوسع عليه، كنقدم التعازي ديالي للعائله ديالو كلها والعائله الوداديه بصفه عامه. كان سافي تري مال، سي تريست، سي تريست بيرد ان اتر شير كوم لوي. جي غارد دي بون سوفينير دي سوساما. Il était une bonne personne avec nous, donc il était toujours marrant, il nous faisait rire à tout moment et on était toujours dans l'ambiance, comme la famille et tout. Donc perdre un être cher comme Oussama, ça fait très très mal, c'est difficile à digérer. Mais bon, on rend grâce à Dieu, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. خويا الله يعطيهم الصبر والبركه في راسهم، وهذا راه خونا ورانا ندعو له، وهذه هي الحياه خويا، النهار هنا غدوه انا عند ربي، الله يرحمه ندعو له وخلاص. خويا البارح ما سمعت الخبر، انا كنت في الدار والله ما نعسش ليله كامله خويا، والحمد لله تما مات في نهار مليح نهار الجمعه هذا، ان شاء الله يكون من اهل الجنه ورانا ندعو له. هذا ما كان الخبر تلقاه كل شيء، ندعو معاه بالرحمه وصافي، هذا الشيء اللي كاين، ما عندنا ما نقول واش نقول، ندعو معاه كاملين وصافي. اولا انا الحت زوينه، لان كاين بزاف د الحوايج كتجمعني مع عبد الرحيم، ولا ملي الحتى لانه تاكدت من الخبر وكان صعيب عليا لانني المحاوله، ولكن الحياه هي هذه، عبد الرحيم الله عز وجل هو اللي بغاه وخذاه، هو عزيز علينا ولكن الله عز وجل اعز منه. راه ما نقدرش نعبر، لان صعيب لان فقدنا واحد الاخ اللي زعما شنو نقول لك، ما
ما قيت ما نقول، يسمح لي والله العظيم اخي. الحمد لله هاد الناس هادو من نهار سكنوا وحدنا وما يقول لهم. نعم. من الوالدين ديالهم ترى سميتو ما بارك الله. شجره طيبه الحمد لله، والانسان ماشي يموت يخلي الخلف خير. الحمد لله. خاطر رحيم وكيلي اللي فقدته الساحه الرياضيه، صراحه الانسان كان انسان طيب، انسان كيدير الخير، انسان اجتماعي، صديق ديالنا. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يرزقه الثبات عند السؤال والمغفره ان شاء الله. منهم من صارع الموت ولم يقاوم، ومنهم من رحل في عز شبابه بحادث. تعددت الاسباب والموت واحد. هم أشخاص ليسوا للنسيان، ولن يستطيع الموت أن يمحو تاريخهم. رحم الله موتانا، إن لله وإنا إليه راجعون.